في هذا الفيديو رح تصيبك صدمة حقيقية وضربة نفسية، ومش غايتي في هالقناة ان اعمل ضربات للناس نفسية ولا صدمات عصبية ولا غيره، لكن هاي الصدمة النفسية ممكن تكون هي المنقذ لك من خطر كثير قريب عليك بس انت بتعرفش، ممكن تكون هي المنقذ لك من القتل المحدق بيك وانت مفكر انه الدنيا ماشية وتطلي وكله تمام. حسن قتل ايش يا زلمة اللي انت بتحكي عنه؟ شكلك تعبان او بتهذي؟ فيك ترجع لفيديوهاتي السابقة وتشوف انه كل كلمة وكل حرف كل فيديو انا عملته كان في محله عشرات الالاف من التعليقات بتقول انه حياتهم اتغيرت من بعد ما بدأوا يتابعوني، لان انا لما بعطيك النصيحة بكون معطيها لنفسي ومجربها من قبلك، فلذلك لا بهذي ولا تعبان. بس بدي منك في هذا الفيديو تكون مركز مليح مليح معي. كلمة مركز ما هي على الماشي، لا، مركز قلبك قبل عينيك وقبل ذنيك بيكونوا معاي علشان فعلا يكون المنقذ إلك بإذن الله تعالى. في هذا الفيديو لا بتعمل بوم ولا انترو ولا مدخل، بدي أفوت مباشرة لأنه هذا الفيديو حقيقة نابع من مأساة، من مأساة مؤخرا قتل من وراها أكثر من 13 شاب. يعني أنا لما بحكي لك إنه فيها قتل وإنه الموضوع مش بسيط بقصد فعلا، وإن لم تقتل جسديا أنت لو هذا الموضوع صادفك رح يقتلك نفسيا. طب حسن هذا الموضوع إيش اللي بتحكي عنه؟ الخيانة والغدر. الخيانة والغدر هاي ما إلها كبير، لأنه أي إنسان بتعامل مع البشر ممكن يعطي الأمان، يعني مش ممكن تكون أنت قاعد في قفص هيك لحالك ومرعوب من الناس، لا أنت إنسان طبيعي، فبمجرد انك تكون انسان طبيعي وتعطي الامان معناها انت معرض للغدر والخيانة، مجرد انك تكون معرض للغدر والخيانة معناها انت معرض للقتل وللتدمير. رح ابدأ لك في الشيء اللي ممكن يكون صادم لك، ركز مليح بكل حرف وبكل كلمة رح اقرأها. ايها الخائن، هل ستنام اليوم هادئ البال مطمئن القلب؟ هل ستحتفل مع اعوانك باستشهاد ابناء بلدك وبدموع وحسرة اهل مدينتك؟ هل وقفت بأول الصفوف عند تشييع جثامين الشهداء وتباكيت وأظهرت ملامح الحزن؟ هل ستحدث أولادك عن جبنك وخبثك ومكرك في أبناء شعبك؟ هل حقا يجري في عروقك دم إنسان خلقه الله من روحه؟ هل أعطيت لنفسك مبررات؟ لما فعلت؟ ولما ستفعل غدا؟ لا بارك الله فيكم، ونتمنى رؤيتكم مذلولين بالدرك الأسفل من النار. رحم الله شهداءنا الأبطال البواسل وأسكنهم فسيح جناته. كلمات موجعة جدا صح؟ الصدمة إنه اللي كتبها أبو الزوز. أبو الزوز هذا شاب من نابلس اسمه زهير. طيب وين المشكلة؟ ليش صدمة أبو الزوز من نابلس هو زهير؟ اللي كتب هاي الكلمات في هذا البوست لم يكتبها مرة، كتبها في كثير مرات وأكثر منها شيء محزن وموجع كتب. لكنه أنا المدعو زهير خليل زهير غليظ من نابلس سكان البلد القديمة. أنا ربطوني مع اليهود، طبعا هو الأسقط مو بتعامل معهم، بعديها طلبوا مني مقابلة أنزل على حوارة. نزلت على حوارة تواصلت مع الكابتن اللي هو أنور، رحت عنده حكى لي بدي في لك مهمة. هذا الشاب في كل مرة كان يقتل واحد من أصدقائه من معارفه من الشباب كان يكتب هيك بعد ما يغدر بيه، كان يكتب هيك بعد ما يغدر بيه وهو موجود في جنازته وهو خلال الدفن كان يكتب هاي الكلمات ويلوم الخون ويتوعدهم ويحقر منهم. الخيانة ملهاش كبير، الخائن ممكن يتسلل لك في أي لحظة. اليوم في هذا الفيديو كل قصدي إن احنا كيف نتعامل مع هذا الموضوع قبل ما يوقع. لن تغدر إلا إذا أعطيت الأمان، هاي قاعدة. فالحل الوحيد علشان لا تتعرض لخيانة هو إنك لا تعطي الأمان الكامل. حسن إيش قصدك يعني؟ طب أنا وأصدقائي عايش، أنا وأهل بيتي عايش، أنا والناس عايش، إيش أعمل في حالي؟ ويعني عشان في ناس ضعيفين نفس، ممكن تقول لي أنت هيك، ويعني عشان في ناس ضعيفين نفس أنا عيش حياتي مرعوب؟ ما قلت لكش عيش مرعوب.
عيش من دون أمان كامل للجميع. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني أنا مش إنسان مخادع ولا إني أنا تبع لف ودوران، ولكن اللي بلفوا بدوره بيقدروش يخدعوني. كيف؟ ما كان يعطي الأمان الكامل. هذا ما أنا بقول فيه إنك أنت يعني صير شكاك وتعامل مع الكل بإنك أنت مرعوب من الكل، وورينا نصحي لك، ها ليش هاي عملتها، ها ليش شو بتساوي أنت هناك، تعالي تعالي كلك تعالي اسمع، هاي مش عيشة بتصير في الفلسطيني. بنقول حرص ولا تخون، حريص. طيب كيف يعني حريص؟ يعني في هذا الزمن اي باسورد، اي دخول على الشفرات تبعتي في التلفون في الكمبيوتر في الميل بعطاش ولا لواحد من اصحابي. يعني ما في عندي اسمع احنا واحد اخوي خذ فوت هاي، اسمع سوي هاي، اطبع المفتاح تبع الدار بجوز تصير اي مشكلة عندك، اي شيء عندي بتفوت على الدار. ما في هذول. اعطيك مثال، انت عند صاحبتك او صاحبتك عندك قالت لك هات نلبس لبس الرقص، او هات نحط موسيقى ونرقص وصورك في التلفون وانت ترقصي. لا 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 لا، لانه ثاني يوم ممكن تلاقي حالك على التيك توك ولا في اي موقع بترقصي والله بيعلم بحالك. ما بنعطي مجال لاي مغامرة، ما بنخون الناس لكن حريصين. طيب صاحبي ممكن يزعل مني يقول ولا مش مأمني خياه، قصة مش هيك. عشان أنا اللي قدامي ما أجرحه، أنا بقول له أنا نفسي ما تأمن ليش، أمن لي لدرجة معينة ما تفتحش على الآخر، لأني بعرف شو أنت وضعك، بعرف شو بصير معي. من أسبوعين كنت في المستشفى وكان معي حدا رح يدخل عملية. المهم دخل عملية، من غرفة العمليات طلعت وحدي يعني على سرير، وطلع هالطبيب وطلع هالمرافقين هذول، لكن الطبيب قال ما تودوهاش، قالوها حاليا ما تروحش لهذيك الجهة. فأنا أثر انتباهي، يعني ليه ما تروحش هسا، يعني هل خلوها هون. المرة هاي طالعة من غرفة العمليات بتقول ودوني عند جوزي فلان، بينما الاسم اللي على إيدها اللي رابطين الهياء هون اسم المرافق مش هذا. بتهذي وبتحكي أشياء من داخلها قاعدة بتطلع، ما هي اللي لازم تنسمع، ما هي اللي لازم تنعرف. فهمتوا قصدي؟ الإنسان ممكن يضعف، ممكن تأخذ منه أقوال، ممكن تضيع منه هاي الأسرار، ممكن تنسرك، ممكن يواجه أي ظرف. فلذلك من خالتي لا أنا مخونك ولا يحزنون، أنا بقول لك أنا ما تأمن ليش للآخر، تزعلش مني. وأنا بالمقابل لأني خايف على علاقتي معك ما رح أعطي الأمان للآخر. إحنا المسلمين نتعامل بصفاء النية مع الجميع ولكن حريصين، مش مثل اليهود. اليهود عندهم في الأثر قول بيقول خفديه وحشديه، يعني أنا بحترمك لكني شاكك فيه كل الوقت. لا، إحنا مش شاكين في حدا كل الوقت، إحنا حريصين لأنه الدنيا هاي ما بتعرف شو بصير فيها. ومن خلال هذا الحرص أنا محوط نفسي، لا صاحبي ولا قرايبي ولا معارفي ولا أي واحد بشتغل معه بلاقي باب يطعني من خلاله، بلاقي باب يغدرني من خلاله، لأن كل الوقت مكفل كل الأبواب اللي ممكن أنغدر منها. الله سبحانه وتعالى بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النفاق يودي بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الخيانة والغدر تودي بصاحبها لسواد الوجه وللنار. الخوان شوف إيش بيعملوا في عائلاتهم، قد تكون عائلاتهم من أفضل العائلات في بلادهم وأفضل العائلات في دولهم وأفضل العائلات في عشائرهم، لكنهم بسودوا وجوه عائلاتهم. الغدر والخيانة الذنب الذي لا يغتفر. الخائن لن يؤتمن كمان مرة، خلاص إذا سمع عنك الناس إنك غدرت في مرة انتهى. لما بتغدر في الناس اللي أمنتك والناس اللي حواليك والناس اللي أعطتك ظهرها انت أصبحت مش إنسان. هذا الحكي موجه للي بخون واعتاد على الخيانة أو مفكر خون، لكن في النهاية أنا ما إلي فيه، أنا إلي في نفسي، مصلحتي رقم واحد. ما بعطي المجال إنه يغدر فيي، وما بعطي المجال إنه يخونني. أسأل الله العظيم إنه يحمانا ويحماكم من الغدر والخيانة. بتمنى إنه هذا الفيديو جاء وقدم فائدة بأنه اعرفنا أنه بمجرد نرخي شوي الباب ممكن يدخل نخاين. فلذلك موصدين كل الأبواب، معطيين اللي حوالينا بالقدر اللي لازم، فقط الأمان
والباقي مكفلينه علشان ما حدا يدخل، عشان ما نخسر حبايبنا واللي حوالينا إذا ضعفوا، وعلشان إحنا ما يجي يوم ونخسر حياتنا أو نفسيتنا. تنسونيش من دعائكم واعطوني رأيكم في تعليق، فعلا تعليقاتكم كثير بتسعدني. الله يسعدكم يا رب، أشوفكم على خير والسلام عليكم.